مشاهدي الكرام، اهلا بكم وانباء الظهيره من اون لايف. اعلن وزير الاثار خالد العناني انه تم اكتشاف مقبره بمنطقه الجبانه الغربيه بالاهرامات لسيده تدعى حتبت، كانت من كبار الموظفين ذوي الصله بالبلاط الملكيه. النهارده بنعلن عن كشف اثري في منطقه الجبانه الغربيه باهرامات الجيزه. الجبانه الغربيه اللي كانت مخصصه لكبار الموظفين في منطقة آثار الجيزة، واللي بدأت الحفائر بيها منتصف القرن ال19 وعثرت على عدد كبير من المقابر. سنة 1909 بالضبط تم العثور في منطقة الجبانة الغربية على أجزاء من آثار لسيدة تدعى حتبت، والآثار دي موجودة حاليا في متحف برلين. وما كناش عارفين فين مقبرة السيدة حتبت. النهاردة الكشف الأثري ده من المرجح، ولكن لسه الدراسة هتؤكده، ان هي نفس السيدة بعديها ب 109 سنة بنكتشف المقبرة بتاعتها. وأضاف العناني أن هذه المقبرة تعود إلى الأسرة الخامسة، أي قبل 4400 سنة من الآن، وتضم بعض النقوش النادرة. المقبرة هي من مقابر الدولة القديمة، يرجح انها تكون يرجع الى الاسرة الخامسة، يعني بنتكلم حوالي 4400 سنة من النهاردة. المقبرة بيها بعض النقوش النادرة زي ما حضراتكم هتشوفوا، زي مناظر القردة وهم في فرقة موسيقية وهم بيجنوا بيقطفوا الثمار، مناظر من الحياة اليومية. لها ألقاب عديدة صاحبة المقبرة، منها أنها كانت كاهنة للمعبودة حتحور، وأنها كانت رخة نسوت أو من المعروفين للملك، وده يدل أنها كان ليها مكانة اجتماعية عالية. الحفائر لم تنتهي ولسه هيشتغلوا كمان إن شاء الله. العمل ده بدأ في أكتوبر اللي فات، فالعمل لم ينتهي، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في اكتشافات أخرى. وفي تصريحات صحفية أكد وزير الآثار أن الاكتشافات الجديدة ستحسن من صورة مصر أمام العالم. نعلن عن اكتشافات عشان نخلي العالم كله يتكلم على مصر بصورة إيجابية. حضراتكم شفتوا تمثال رمسيس الثاني لما اتنقل داخل المتحف الكبير، ده كان خبر أساسي في كل دول العالم. الآثار هي بتجذب العالم كله وبتوري كمان إن احنا في مصر زي ما احنا بنعمل مشاريع تنموية ضخمة، احنا مهتمين بحضرتنا، بنبني متاحف، بنحارب الارهاب بالسلاح، ولكن بنحاربه ايضا بالثقافة والتنوير، وان احنا مهتمين بحضرتنا القديمة. ومن جانبه كشف الامين العام للمجلس الاعلى للاثار الدكتور مصطفى وزيري ان اعمال التنقيب عن هذه المقبرة بدأت في اكتوبر الماضي، معتبرا ان المقبرة المكتشفة هي فريدة من نوعها، كما توقع ان يتم العثور على اكتشافات اثرية جديدة في ذات المنطقة. احنا بدأنا في حفائر بتاعتنا في شهر اكتوبر في 13، وبالفعل تم العثور على هذه المقبرة. المقبرة دي انا اقول لك برضو تاني انها لأول مرة يتم الكشف عنها لحتبت الكاهنة، اللي نقدر نقول انها برضو قامت بدور مهم جدا في منطقة في الزراعات كمزارعة كمستأجرة، انها خدت بعض الالقاب برضو قد تكون حارسة استنادا على بعض اقاويل تانية من بعض علماء. لكن الحمد لله زي ما قال مع الوزير ان الشغل ما توقفش، الشغل هيستمر، والمنطقة هنا هتسفر عن حاجات كتيرة جدا في الفترة القادمة ان شاء الله. هذا وكان وزير الآثار الدكتور خالد العناني قد قام بجولة تفقدية بمنطقة هضبة أهرامات الجيزة، وذلك مع مجموعة من الأطفال الصم والبكمة، وبالتزامن مع الإعلان عن كشف أثري جديد. مشاهدينا الكرام، للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا الأستاذ الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم. الدكتور عاطف، ما هو تعليقكم على هذا الكشف الأثري الذي أعلن عنه وزير الآثار صباح اليوم؟ أهلا وسهلا يا فندم. هو حقيقي اكتشاف أكثر من رائع، وزي ما قال سيادة الوزير إن هو بيدي يعني إشارة للعالم كله إن لا تزال الحضارة المصرية يعني على قمة الحضارات العالمية، وأنها لن تنضب أبدا، وسيظل طالما أن هناك مصر ستظل دائما الحضارة المصرية ولادها قديما وحديثا يعني. فهذا الكشاف له بعد علمي وأكاديمي في غاية الأهمية،
لانه بيلقي الضوء ايضا على شخصيه من الشخصيات الطبقه الوسطى في المجتمع اللي هي طبقه كبار الموظفين. نعم. من خلال دراسه النقوش والاثار اللي يعثر عليها داخل المقبره نقدر ندرس الوظائف بتاعتها والالقاب اللي كانت موجوده في الفتره ديت والبعد الاجتماعي وعلاقتها بالبلاط الملكي في الهويه ده. فاعتقد ان اكتشاف المقبره ديت يعني في يعني له بعد اكاديمي في غايه الاهميه فضلا عن بعد سياحي اخر يعني. نعم دكتور عاطف، ربما الاكتشافات وايضا الحراك الاثري انجاز التعبير من بدايه هذا العام باب الوزير وتحسين وترميم الاشياء بعد هذا نقل تمثال رمسيس الى المتحف الكبير ثم هذا الاكتشاف للكاهنه حتبت الذي اعلن عنه وزير الاثار صباح اليوم من خلال مؤتمر صحفي، هناك مجموعه من السفراء الدول في القاهره مثل طاجيكستان وفرنسا والكونغو وكذلك صربيا وكوت ديفوار والمكسيك وممثلين عن بعض القنصليات والسفارات في القاهره. هذا الحدث اعتقد له اثار ترويجيه ايضا من خلال هذا الاكتشاف. بالظبط، واتفق مع حضرتك تماما ان احنا حضور هذا الكم ووسائل الاعلام العالميه لمشاهدة هذا الاكتشافات ومتابعة الاكتشافات الأخرى وأعمال الصيانة والترميم اللي بتجري بطول مصر وعرضها، والأول مرة يعني بنجد هذا الاهتمام من جانب الدولة بالآثار بشكل كبير وبشكل مكثف، سواء من انتهاء من المتاحف أو إعادة ترميم الآثار بشكل كبير أو إعادة صياغتها وإعادة تأهيلها. ده بيلقي يعني مسؤولية كبيرة علينا في إن احنا نحاول نبرز آثار مصر أمام العالم ونحاول استعادة السياحة بشكل جيد مرة ثانية لمصر. وأعتقد إن احنا في الفترة اللي جاية الصورة هتتغير كتير مع يعني هذا الكم الهائل من العشق للحضاره المصريه والاثار المصريه اللي لا يعني ابدا لا ينتهي، وخصوصا ان الاثار المصريه زي ما قلت لحضرتك لها عشاقها على يعني على مستوى العالم كله. صحيح، يبدو في الفتره اللي جايه بنعتقد ان هذا الامر سينعكس بشكل ايجابي على سياحه مصر. يبدو دكتور عاطف منصور عميد كليه الاثار بجامعه الفيوم ان هناك يعني اتجاه لتثبيت الهويه المصريه بهذه الاكتشافات. عموما بنشكر شكرا جزيلا، ننتقل الان الى منطقه الاهرامات والزميل احمد فرج ولقاء مع وزير الاثار خالد العناني. يعني بالفعل هو الاكتشاف الاثري مقبرة حتبت وهذه المقبرة وكافة التفاصيل الخاصة بمقبرة حتبت وهذه الجباية الغربية بمنطقة الاهرامات التي تحوي على العديد من الاكتشافات. الدكتور خالد العناني معنا الان على الهواء مباشرة وزير الاثار للحديث عن هذا الاكتشاف الاثري. الحقيقة كان موجود العديد من وسائل الاعلام وموجود العديد من السفارات، ضعنا في الصورة فانتم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو اول كشف اثري في عام 2018 وسط وجود اعلامي ضخم جدا، اكثر من 10 سفراء من افريقيا من امريكا اللاتينيه من اوروبا. النهارده كان بنعلن عن كشف اثري لمقبره لاحدى السيدات اسمها حتبت. بيرجع تاريخ المقبره تقريبا الى حوالي 4400 سنه تقريبا. المقبره فيها بعض الالقاب النادره لسيده، فيها بعض المناظر النادره، الالوان بتاعتها في حاله طيبه. ده عمل بدا في اكتوبر 2017 عن طريق بعثة آثار مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وإن شاء الله دي ليست النهاية دي البداية، وإن شاء الله هيكون في اكتشافات تانية أخرى عشان نستأنف إن شاء الله. يعني عام 17 كان عام متميز في الاكتشافات، حضرتك بتغطي معانا بتسافر معانا على طول، إن شاء الله بإذن الله السنة دي كمان عشان نستمر في دور وزارة الآثار لتحقيق الصورة الذهنية، لفت الانتباه بطريقة إيجابية، نخلي العالم كله يتكلم عن مصر بشكل إيجابي. احنا على عاتقنا ان احنا نوجه الدعوه ده ما كانش بيحصل ما كانش يا فندم مش لها على تيست وده وصل استثمار النرويج باذن الله، وان شاء الله باذن الله في 2 3 4 5 يمكن ان شاء الله متحف الشرقية متحف الراجل اللي بدأ سنة كان ممكن نقفل المعلن عشان ترد تدخل على هو المية متحف المصري. التفاصيل الخاصة بالمتحف نفسه شهد أحمد فرج يواصل لقاءه مع وزير الآثار خالد العناني. نقلة كبيرة من 17% من سنتين إلى أكثر من 70% إن شاء الله، زي ما أنا أعلنت بإذن الله يوم 25 يناير الماضي، قلت في خلال أقل من 12 شهر هنفتح منه مرحلة بإذن الله. المرحلة دي هتكون ضعف المتحف المصري بالتحرير. المتحف المصري بالتحرير مش هيموت، بكرة
جاي لي 5 مديرين اكبر متاحف في اوروبا عشان نتكلم في المتحف التحرير هيحصل فيه ايه وايه القطع اللي اتحط فيه. فالحمد لله الاثار بتحظى باهتمام من القياده السياسيه ومن الحكومه بشكل قوي جدا، وده اللي حرك الاثار مش اكتر من كده يعني. وبحب اوجه الرساله شكر لزميلاتي وزملائي في وزاره الاثار اللي قدروا يشتغلوا في ظروف صعبه جدا ويقدروا ان هم يجيبوا العالم الاكثر حدث ممكن يحصل في مصر، يجيب العالم كله وكل وكالات الانباء هي الاثار. فان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا. وبشكر حضرتك. يعني اخر سؤال بس يا فندم، الخاص بالتطوير الخاص بمنطقه الهرم وايضا عدد السياح من وجهه نظر حضرتك في النهايه فقط اللي بيقدموا الى الاهرامات وبعد عمليه التطوير وما شهادته عمليه التطوير. ان شاء الله باذن الله التطوير هيعمل نقله هامه جدا لمنطقه الاهرامات. حضرتك هتيجي تفضل معانا دلوقتي هنلف نتفقد مشروع التطوير عشان نشوف بعينها ان التطوير مش هوا، ده حقيقه حصلت فعلا. وان شاء الله باذن الله قبل منتصف 2018 نفتتح مشروع تطوير الهرم وما يبقاش في دخول من عند المينا هاوس، الدخول يكون من طريق الفيوم والحصنه والجمال ويتحط لهم مكان معين، معززين مكرمين ناس تروح لهم لغايه عندهم اللي عايز يروح لهم. لكن يعني هنظبط الدنيا وان شاء الله المصريين كذلك من حقهم يزوروا اثار بلدهم، لكن بطريقه هنحدد لهم اماكن في مكان دخول رحلات المدارس ورحلات الجامعه من مدخل منفصل عن السائحين والمصريين الكبار. هيكون في اهتمام بالاطفال والرحلات المدرسيه اكتر من كده. فان شاء الله احنا هنعمل عمليه تنظيم، احنا مش ولا هنطرد حد ولا حد، بس هننظم العمليه في اماكن معينه للتصوير، اللي عايز يروح يتصور يروح لغايه هناك، اللي عايز يبيع حاجه في مكان مخصص للبيع. لكن مش هينفع يعني نبقى عند في هذا القرب من الهرم زي ما بيحصل دلوقتي، ولكن قبل ما نمنع لازم نجد البديل، والبديل ان شاء الله هيكون جاهز قبل نص 18 باذن الله. بالتوفيق. شكرا. كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور خالد العنان وزير الاثار والحديث عن كف شكرا جزيلا للزميل احمد فرج موفد اون لايف في لقاء مع وزير الاثار خالد العناني للاعلان عن اكتشاف اثري جديد في منطقه الاهرامات بالجبانه الغربيه. شكرا جزيلا. تمكنت وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي لتنظيم الإخوان للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية. وقد أوضحت الوزارة في بيان أن المجموعة الإرهابية ضبطت خلال اجتماع لها في محافظة الدقهلية وتم القبض على 4 من عناصر التنظيم من بينهم قيادي. أشارت الوزارة إلى أنه عثر بحوزة المضبوطين على مبالغ مالية وكمية من الأوراق التنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا لواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء علاء، ربما ما تم ضبطه من خلية بمحافظة القهلية مع قرب الانتخابات الرئاسية يشير إلى تطوير الأداء الجماعة الإخوان لمحاولة الوقيعة وإحداث قلاقل في هذه الفترة تحديدا. للأسف الشديد جماعة الإخوان الإرهابية وكل الجماعات الإرهابية المنبثقة من تحت عباءة هذه الجماعة الأم لا تيأس أبدا من استهداف الوطن. وطبعا في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الاستباقية ضد الفصائل الإرهابية المختلفة دي وفي مقدمتها طبعا جماعة الإخوان الإرهابية، تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف خلية تنظيمية اللي هي كانت بتعد لأعمال شغب واستهداف المنشآت الهامة والحيوية، وبداية من الفصل الدراسي الثاني برضو استهداف الجامعة خلال الفترة القادمة والعمليات وأثناء العملية الانتخابية. وده طبعا كان بيستهدف الوطن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 منهم أثناء اجتماعهم التنظيمي، كانوا بيتلقوا تكليفات بالقيام بعمليات تخريبية ضد زي ما قلت منشآت الدولة ومرافقها والإعداد لأعمال عنف أثناء الانتخابات وبرضه بدايات الجامعة. وطبعا تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وضبط بحوزاتهم مبالغ مالية وأوراق تنظيمية وبعض الألعاب النارية والدوائر الكهربائية وبعض الأسلحة. طبعا بمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان وارتكابهم بعض وقائع سابقة قبل كده، وتم عرضهم على النيابة العامة. وبنطمن الناس ان الحمد لله اجهزة الوزارة وتعليمات السيد الوزير شخصيا المواجهة بحسم وبقوة في اطار من القانون لكل من تسول له نفسه
العبث بأمن واستقرار الوطن. نعم سيد اللواء علاء، يعني اسمح لي انه المعلومات اصبحت على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للجزء الأمني، لأنه تساعد كثيرا في ضبط عمليات مثل هذه العمليات خاصة في هذا التوقيت. الاهتمام بالمعلومة سواء من المواطن أو من الأجهزة المعنية، المعلومة تصبح هدفا مهما في إحباط هذه المحاولات. وده اللي بنعول عليه أساسا، انه عن طريقه وعن طريق الإعلام، ان احنا الارتقاء بالانتماء زي ما بقول دايما، واعلاء الحس الامني، لان اجهزه الوزاره بتشتغل على المعلومات، المعلومات بتستقيها من مصادرها ومن الخلايا ومن العناصر الارهابيه اللي بيتم ضبطها ومن المواطنين المصريين الشرفاء اللي بيخافوا على بلدهم. فاحنا دايما منتظرين المعلومه، لان لازم يكون هناك رصيد متجدد من المعلومات وتدفق المعلومات. وده اللي سبب الحمد لله ان احنا قدرنا نقضي على اكتر من 90% من العمليات الارهابيه اللي كانت بتستهدف مصر عن طريق المعلومات وتوجيه الضربات الاستباقيه والاجهاضيه لتلك العمليات. فده مهم جدا جدا، واحنا بنناشد المواطنين من خلالكم، من اللي يكون عنده اي معلومه لا يبخل بها ابدا، لان ده وطننا، ووطننا مستهدف، ومصر لا زالت مستهدفه، مستهدف حاضرها ومستهدف مستقبلها، واحنا كلنا مستهدفين، ولم نتحمل وطننا ونسعى من اجله فلن يتحملنا وطن غيرنا. لازم نفهم كده كويس. سياده اللواء علاء بزيد، اسمح لي انه يعني تعودنا عندما يتم ضبط خليه بشكل او باخر في انحاء الجمهوريه، في اعقابها هناك دائما مكان اخر بيقوم باحداث اشياء، فبالتالي اعتقد انه ده مهم، لانه مع ضبط خليه بيتم مباشرة أو تتابعا بيتم عملية أخرى لمحاولة إثبات الذات بالنسبة لهذه الجماعات الإرهابية. ده بالتأكيد، لأن هم بيمروا الوقت، لازم كل يبقى عارف. الحمد لله أن مصر بفضل الله وبجهود رجالها المخلصين من أبناء القوات المسلحة والشرطة أدت العمليات الإجهاضية إلى كسر وحصر لكل الإرهابيين والإرهاب، حتى الدعم السياسي المصري في ليبيا وفي العراق وفي سوريا كسر داعش وكسر الارهابيين. ودي عمليات اللي هي بتقول عليها الذئاب المنفرده، وعمليات هستيريه وردود فعل. وبالتاكيد لما بيحصل ضبط الخليات بيحاولوا يثبتوا وجودهم، لكن اللي احنا بنطمن الناس برضو الحمد لله مصر امنه ومستقره، ربنا هيئ لها رجال شرفاء بيحملوا ارواحهم الزكيه على ايديهم الطاهره فداء لهذا الوطن. لكن احنا زي ما الشعب المصري قام في 30 يونيو واسقط لهذه الجماعه الارهابيه، كان ظهيره الشرطة والجيش، مطلوب من الشعب المصري والمواطن أيضا. سيادة اللواء ومواجهته حاليا، سيادة اللواء علاء بزيد، اسمح لي، يعني هناك دائما نقاط، يعني نقاط حاسمة جغرافيا بعيدا عن وسط سيناء داخل الدلتا وداخل الحدود الغربية والجنوبية، يعني هل ممكن الإشارة إلى أهم هذه النقاط الساخنة بالنسبة لهذه الجماعة وتلك التنظيمات؟ لا، وتضييق الحصار عليهم في منطقة سيناء وبيؤدي بيهم طبعا ده شيء طبيعي إلى الهروب إلى الوادي، ومن من عن طريق الإسماعيلية، عن طريق بعض المناطق المتخمة لمنطقة الإسماعيلية زي بيخش الشرقية ومن خلالها المنصورة، وهذه المناطق دي كلها دي معروفة، ومنطقة زي مناطق في القاهرة، منطقة حلوان ومنطقة المعادي والمناطق والبدرشون، مناطق المتخمة للجيزة، المناطق دي كلها معروفه لانهم بيحاولوا يعملوا ردود ارتداد. نعم، إذن الجانب الامني على يعني ادراك لمثل هذه الخريطه الجغرافيه بالنسبه لهذه التنظيمات، وبالتالي الاستعدادات بتكون اكثر حذرا وتواجدا. شكرا جزيلا سياده اللواء علاء بزيد، مدير مركز الدراسات الامنيه والاستراتيجيه، معلقا على ما تم ضبطه من خليه في محافظه الدقهليه تحديدا في مدينه المنصوره. مشاهدي الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل، نعود بعده لنواصل أنباء الظهير من أونلايف. مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرة أخرى وأنباء الظهير من أونلايف. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى مسقط في أول زيارة رسمية للرئيس لسلطنة عمان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه من المقرر أن تشهد تلك الزيارة لقاء مع سلطان قابوس والرئيس السيسي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في السلطنة. ويعقد الجانبان جلسة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تتناول تلك المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد ذكر المتحدث الرسمي أن الزيارة تأتي في ظل الحرص على دفع وتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. ومن جانبه أكد وزير الإعلام العماني عبد المنعم بن منصور أن السلطنة تتطلع لزيارة الرئيس السيسي المرتقبة التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف المسؤول العماني أن تلك الزيارة ستفتح آفاقا واعدة في مستقبل علاقات البلدين باعتبارها الزيارة الأولى لعمان منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة. يشارك رئيس مجلس النواب علي عبد العال في اعمال الدوره الاستثنائيه للجنه التنفيذيه للاتحاد البرلماني الدولي المقرر انعقادها هذا اليوم. تضم الدوره الحاليه 15 عضوا ينتمون الى برلمانات مختلفه كما يمثلون المجموعات الجغرافيه بالاتحاد. ويذكر انه تم انتخاب عبد العال عضوا باللجنه التنفيذيه ممثلا عن المجموعه العربيه خلال اجتماعات الجمعيه التي عقدت في بنغلاديش ابريل الماضي. وعلى هامش زيارات جنيف التقى رئيس مجلس النواب عددا من رموز الجاليه المصريه. واكد عبد العال اهميه دور ابناء مصر في الخارج في ضوء اطلاعهم بمسؤوليه نقل الصوره الحقيقيه للاوضاع في مصر وتبادل الحديث مع اعضاء الجاليه، واستمع الى رؤاهم بشان التحديات التي يواجهها الوطن في المرحله الراهنه. انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس، حيث ينتظم 1.5 مليون طالب على مستوى جامعات الجمهورية اليوم وغدا بالفصل الدراسي الذي يستمر 16 أسبوعا. هذا فيما استقبلت مدارس 11 محافظة طلابها في مستهل الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتظم الدراسة في باقي محافظات الجمهورية غدا بواقع 21 مليون طالب. هذا وأكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من طباعة وتسليم كتب الفصل الدراسي إلى المديريات لتسليمها إلى الطلاب دون التقيد بمصروفات، مشددة على أنها ستتابع التزام المدارس الخاصة بالأقساط المدرسية وتسجيل الغياب الإلكتروني في جميع المدارس. مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا مراسلة اون لايف جيرمين ابراهيم من امام جامعة القاهرة. جيرمين، يوم دراسي جديد في الفصل الثاني، وبالتأكيد هناك الجديد بالنسبة للتواجد وبالنسبة لبداية الفصل الثاني من العام الدراسي. تفضلي جيرمين. أرحب بك سيد. بالفعل نتابع معك من أمام جامعة القاهرة اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017-2018. الحقيقة أن جامعة القاهرة اتخذت عددا من الاستعدادات تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني. من هذه الاستعدادات وضع جدول المقررات الدراسية سواء داخل الكليات المختلفة في جامعة القاهرة أو على الموقع الإلكتروني الخاص بالكليات على موقع أيضا جامعة القاهرة. أيضا في إطار هذه الاستعدادات تم تجهيز القاعات الخاصة بالمحاضرات وإعدادها من أجل استقبال الطلاب وتجهيزها بعدد من يعني الوسائل الخاصة بالعرض لتسهيل عملية التدريس داخل هذه القاعات. يعني أيضا وضعت اتحادات رعاية الشباب في مختلف الكليات خطة من أجل النشاط الطلابي الخاص بالتثقيف والنشاط الترفيهي
الإسلامي. وفي هذا الإطار أيضا أكدت جامعة القاهرة أنها مستمرة في إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفصل الدراسي الثاني، وهذه الفعاليات بتضمن إقامة عدد من الندوات واللقاءات التي تجمع الطلاب بعدد من الخبراء وأيضا المفكرين والكتاب، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تقيمها جامعة القاهرة. أيضا في نفس الإطار يمكن أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن الإدارة ستقوم بالتأكيد على توافر كل المعدات في مختلف العيادات الطبية في كل كلية من الكليات داخل الجامعة، والتأكد من توفير فيها طبيب وأيضا تمريض، مع أيضا التأكيد على وضع خطة من أجل تأمين الحرم الجامعي عن طريق أفراد الأمن الإداري داخل الجامعة. وهو الحقيقة طبعا ما رصدناه سيد بمجرد دخولنا أو متابعتنا للحرم الجامعي بأنه أفراد الأمن الإداري بتواجدوا بشكل مكثف داخل الجامعة، مع تواجد أفراد الشرطة المصرية خارج الحرم الجامعي لتأمين جامعة القاهرة، مع التأكيد أيضا على صيانة مختلف الكاميرات والمصاعد المتواجدة في الكليات داخل جامعة القاهرة. يعني أيضا في إطار هذه الاستعدادات يمكن تابعنا سيد التصريحات التي أكد عليها الدكتور خالد غفار وزير التعليم عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الجامعات هي مكان من أجل التعليم والتنوير والتثقيف، وليست أبدا مجال من أجل القيام بالنشاط السياسي. وهو ما أكد عليه أيضا رؤساء الجامعات ورئيس جامعة القاهرة هنا بأنه سيتم السماح بالتثقيف السياسي بشكل طبيعي داخل الجامعات عن طريق دعوة الناخبين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والأدلاء بأصواتهم، ولكن لن يسمح بممارسة أي عمل سياسي داخل الحرم الجامعي. يعني الحقيقة بشكل عام في خلال متابعتنا لليوم الأول داخل جامعة القاهرة، وكنا نتواجد أيضا منذ قليل بجامعة عين شمس، هناك توافد كبير من الطلاب وانتظام للمحاضرات، يمكن أعداد الطلاب ليست كبيرة وهذا ربما يتوافق مع بداية اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، ولكن بطبيعة الحال سيتم انتظام العملية التعليمية وزيادة أعداد الطلاب مع توالي الأيام الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017 2018. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. جيرمين إبراهيم مراسلة أونلايف من أمام جامعة القاهرة معلقة على أول أيام الفصل الدراسي الثاني للجامعة. شكرا جزيلا جيرمين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على موقعين عسكريين قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة، وقد زعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل. وتعد الغارات الإسرائيلية على غزة هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية دون أن تسفر عن خسائر بشرية. ارتفع عدد قتلى الهجوم التركي على منطقة عفرين شمالية سوريا إلى 115 شخصا بينهم 11 جنديا تركيا، ويأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر سورية بتمكن الأكراد من صد هجومين للقوات التركية والفصائل الموالية لها على بلدة حمام في ريف عفرين الغربي ومنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على ريف إدلب الشرقي، وبحسب مركز الدفاع المدني السوري فإن الغارات استهدفت مدينة سراقب والمناطق المحيطة بريف المدينة. وتأتي الغارات بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف على بلدات دوما وكفر بطنة وحمورية وعدة مناطق في الغوطة الشرقية. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لم يرى دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين. جاء هذا عقب تصريحات للإدارة الأمريكية بشأن عمل عسكري ضد الحكومة السورية بحجة تطويرها أسلحة كيماوية، هذا فيما طالت الاتهامات الأمريكية روسيا بشأن مساعدتها حكومة دمشق في استخدام الكيماوي، حيث لوحت بفرض عقوبات على شركات روسية ساهمت في تطوير هذه الأسلحة. امتلاك أسلحة كيماوية اتهام معلب وورقة ضغط كما يرى مراقبون تستخدمها الولايات المتحدة لخلق أسباب تبرر لها ممارسة التدخل العسكري في أي بلد، وليس سيناريو العراق ببعيد وإن اختلف الاتهام أنذاك بالسلاح النووي. تقارير أمريكية عدة اتهمت دمشق بتطوير أسلحة كيماوية
وذكرت أن الحكومة السورية ربما تكون في مرحلة تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، ما دفع الإدارة الأمريكية للإعلان عن استعدادها القيام بعمل عسكري ضد قوات الحكومة السورية إذا اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام هذه الأسلحة. أود أن أقول أننا نراقب بعناية شديدة، والولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء تقرير آخر عن استخدام الغاز الكلوري من قبل النظام السوري لترويع المدنيين الأبرياء في الغوطة الشرقية، وإذا تأكد فإن الهجوم هو ثالث حالة يتم الإبلاغ عنها في الأيام الثلاثين الماضية في الغوطة الشرقية، ونحن نعمل مع شركائنا على الأرض للتحقيق في التقارير. وبحسب الإدارة الأمريكية فإن الرئيس بشار الأسد احتفظ ببعض مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية على الرغم من اتفاق أمريكي روسي سلمت بموجبه دمشق كل الأسلحة من هذا النوع عام 2014. الخارجية الأمريكية وكالمعتاد استدعت الجانب الروسي كلاعب رئيسي في المشهد السوري، حيث لوحت بفرض عقوبات ضد شركات تتعامل مع قطاع الدفاع في روسيا. أعتقد أنه من الواضح أن روسيا لديها نفوذ، ولكن روسيا تتخذ خيارا خاطئا، فهي تختار عدم استخدام نفوذها الفريد مع النظام السوري لمنع استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، ما يحدث غير مقبول أبدا. الموقف الأمريكي دفع روسيا لاتهام واشنطن باستخدام المسار الكيماوية كأداة لتدمير التسوية السياسية في سوريا، وأرجعت روسيا اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أسلحة كيماوية كجزء من الحملة التي تديرها واشنطن ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب مراقبين يبدو أن الاتهام الأمريكي للجانب السوري باستخدام أسلحة كيماوية ما هو إلا فصل جديد للصراع الدائر بين القوة الأمريكية والقوة الروسية، ولكن هذه المرة يتجسد الصراع باستدعاء المشهد السوري. أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقال مصدر عسكري أن العملية تهدف إلى تدمير مخابئ للتنظيم ومناطق التحصين الخاصة بهم في الصحراء الغربية للمحافظة، لافتا إلى مشاركة عناصر من الجيش والشرطة وطيران التحالف الدولي في هذه العملية. أكدت مصادر تابعة للجيش اليمني أن مديرية خب الشعب بمحافظة الجوف شمال البلاد تشهد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت فيها هذه الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. مساعي الانفصاليين في جنوب اليمن وسيطرتهم على عدن عاصمة الحكومة بحكم الأمر الواقع تكشف النقابة عن التصدعات العميقة وتبدل المواقف في بلد تعصف به الحرب والصراعات من كل اتجاه. التحالف العربي بدوره تحرك في إطار دبلوماسي استهدف نزع فتيل الحرب والاقتتال الداخلي في اليمن بعد معارك دامية شهدتها المدينة الجنوبية عدن وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن معالجة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن معالجة حصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه. وأضاف أن الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت بشكل سلبي. وميدانيا شهدت مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. فجبهات القتال في الجوف تشهد معارك عنيفة تحقق فيها قوات الشرعية بدعم من التحالف نجاحات جديدة، فيما تتكبد ميليشيات الحوثي خسائر مادية وبشرية كبيرة. خسائر الميليشيات تتوالى في مختلف جبهات القتال، وبحسب مصادر تابعة للجيش اليمني استقبلت مستشفيات حجة أكثر من 150 جثة لعناصر الميليشيات منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن المدينة بدعم من تحالف دعم الشرعية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لحزب الله اللبناني، كما أكدت الوزارة أنه بموجب قوانين العقوبات المالية تمت الموافقة على معاقبة 6 أشخاص وسبعة كيانات. أضافت الخزانة الأمريكية أن الكيانات السبعة هي شركات تقع مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا. نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مذكرة تندد بالأساليب التي ينتهجها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وأكد البنتاغون أن تلك الأسلحة الجديدة ستشكل ردا على توسع القدرات النووية لروسيا، كما أوضح أنها هناك تفاوتا بين القدرات الروسية وتلك الأمريكية ولدى حلف الأطلسي.
طالب الأمين لعمل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الرئيسة في أزمة كوريا الشمالية بعقد محادثات جادة للبناء على الاختراق الذي تم إحداثه في العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستقوم بكل ما يمكن لتشجيع مثل تلك المحادثات. وسيقوم غوتيريش بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين في سيول، وأيضا لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ. هذا فيما لم يستبعد المتحدث باسم الأمين العام لقاء غوتيريش مع مسؤول كوري شمالي خلال زيارته كوريا الجنوبية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشقين كوريين شماليين في البيت الأبيض، حيث استمع إلى شهادات هؤلاء المنشقين معتبرا أن تلك الشهادات لا تصدق وتشكل مصدر إلهام فعلي. في خضم التوتر الشديد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، جاء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لثمانية منشقين كوريين شماليين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث استمع إلى شهادتهم في لقاء يحمل دلالات كبيرة. المنشقون الثمانية كان من بينهم جي سيونغ هو الذي فر من كوريا الشمالية في 2006 وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال إلقائه خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء الماضي. خلال اللقاء رحب ترامب برفع العلم الكوري الشمالي في كوريا الجنوبية ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانغ، معتبرا أن الاتصالات التي تتم بين الكوريتين في إطار الألعاب الأولمبية أمر جيد. لقاء ترامب بالمنشقين الكوريين يأتي بعد أيام من خطاب ألقاه أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد، ندد خلاله بمواقف بيونغ يانغ مؤكدا حرص الولايات المتحدة على تحديث وإعادة بناء ترسانتها النووية لردع أي عمل عدائي من قبل أي دولة أخرى، في إشارة واضحة لبيونغ يانغ. في إطار الدفاع عن أنفسنا لا بد من تحديث وإعادة بناء ترساناتنا النووية، ونأمل ألا نضطر أبدا لاستخدامها. لا بد من جعلها قوية لدرجة تسمح لنا بردع أي عمل عدائي من قبل أي دولة أخرى أو أي شخص آخر. بيونغ يانغ في أعقاب التحركات الأمريكية لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث خرجت لتؤكد أن الولايات المتحدة تضرر الرأي العام وتعمل على تأجيج الأزمة في شبه الجزيرة الكورية بدلا من حلها. على صعيد آخر وفي إطار السياسة الأمريكية، دعا وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون المكسيك إلى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية المقررة في يوليو المقبل. وقد أوضح تيلرسون أن العملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الإنترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة. يشار إلى أن تقارير قد تم طرحها في واشنطن هذا الأسبوع أثارت مخاوف من أن تشهد المكسيك تدخلا في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شهر يوليو القادم. ويرفض الكرملين هذه الاتهامات، لكن تحقيقا حول ما إذا كانت حملة الرئيس ترامب تواطأت مع روسيا قد أطلق أزمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة. مشاهدينا الكرام، أنباء الظهيرة متواصلة من أونلايف بعد هذا الفاصل. عودة مرة ثانية لأنباء أونلاين، أهلا بكم. في ظل تفاقم القضايا البيئية وزيادة عدد السكان عالميا، تواصلت الدكتورة مروة دبايح أستاذ العمارة البيئية بالسويد إلى تصميم نموذج جديد من البيوت العصرية الصديقة للبيئة. المزيد في التقرير التالي. مع تفاقم أزمة اللاجئين في العالم وازدياد تعداد السكان وسعي العلماء لابتكار حلول قليلة التكلفة لبناء الوحدات السكنية، طرحت الدكتورة مروة دبايح الباحثة في جامعة لوند بالسويد لتصميم مباني صديقة للبيئة خالية من الكربون ومولدة للطاقة. تقريبا نسبة 40% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون هو من قطاع التشييد والبناء، وطبعا تصنيع المواد اللي هي بتستخدم في البناء. طبعا هنا جت الفكرة ان احنا ازاي يبقى المبنى بتاعنا بصمته الكربونية اقل ممكن، بل بالعكس ان هو يكون كمان بالسالب، اي ان الانبعاث ثاني اكسيد الكربون يكون او نقدر نمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو داخل المواد اللي بتستخدم في المبنى. فكانت الفكرة ان انا استخدم مواد طبيعية بيئية موجودة في المحيط اللي هيبني فيه المباني دي، فكان الاختيار على المواد زي القش والبوس
والخشب وكمان الطين اللي احنا ممكن نستخدمه كبديل للدهانات الداخلية والخارجية. على مدار عام كامل درست الدكتورة مروة هذا المشروع الأكاديمي كما شيدت بيتا بهذه التقنية في السويد، وقام ببناء النموذج الأولي 6 لاجئين في زمن قياسي. المبنى كل المخلفات اللي فيه بيتم إعادة تدويرها واستخدامها بطرق مختلفة. تم تطبيق النموذج ده في السويد في مدينة اسمها لوند، هي في الجنوب جنوب السويد. تم الإنشاء في مدة 11 يوم كنموذج تطبيقي يعني تقييم الأداء الخاص بالمبنى. ممكن نقدر نقول أن تكلفة المتر الواحد في مصر ممكن يصل إلى 500 جنيه فقط. ده نتيجة استخدام مواد كلها طبيعية وبيئية وموجودة، وهي أصلا تعتبر بالنسبة لنا في مصر مخلفات زراعية. ويمكن استخدام هذه التقنية في تشييد 4 طوابق من المباني الإدارية والمدارس والمستشفيات، والتي تتميز بتحملها كافة التقلبات الجوية مثل الأمطار والرياح، كما أن متوسط العمر الافتراضي للمبنى يصل إلى 90 عاما بشرط الحفاظ عليه من الرطوبة. بالنسبة لمخلفات البناء، المبنى ده هدفه الأساسي أن بعد عمر الافتراضي للمبنى، المبنى ده مفروض يتحلل ويرجع تاني للطبيعة من غير أي تأثير على البيئة. بمعنى أنا بستخدم مواد كلها طبيعية زي القش والبوص والخشب، المواد دي بترجع تاني تتحلل في الأرض، وممكن كمان يعاد استخدامها تاني زي القش، ممكن يعاد استخدامه تاني كتبن، أو أن أنا برضو أستخدمه ككمبوست كتربة للزراعة، أو ممكن طبعا يستخدم كوقود حيوي. هذه الجولة الإخبارية آخر ما عندنا في جولة أنباء الظهيرة، ولكن هناك تذكرة بأهم العناوين. وزير الآثار يعلن عن كشف أثري جديد بمنطقة الأهرامات. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا لتنظيم الإخوان، وتضبط 4 من كوادر التنظيم بالمنصورة. البنتاغون يطلب أسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا. مشاهدي الكرام، ختام هذه الجولة الإخبارية من أون لايف، نذكركم بأنكم يمكنكم متابعة المزيد عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أيضا يمكنكم متابعة البث الحي على صفحة قناة أون لايف على اليوتيوب. شكرا جزيلا، إلى اللقاء على رأس الساعة مع تغطية لأهم الأحداث، والزميل محمد طارق.